أبو هادي. مرحبا وهليني ترحيبة من كل صوب، مرحبا يا من لفى ناوحنا في حارة، مرحبا يا غالي ما حسب طول الدروب ولا حسب خط طويل على شاني مشى، ولا حسب خط طويل على شاني مشى. مرحبا ولا ترحيبة من كل صوب، مرحبا يا من لفانا وحنا في حرا، مرحبا يا غالي ما حسب طول الدروب لا حسب خط طويل على شاني مشى. مرحبا بك يا خوي مقدر ومحسوب، يا خوي الجنبي اللي ينوم مشري وفا، يا خوي الجنبي اللي ينوم مشري وفا. مرحبا بالعاني اللي نادر عن وثوب، عاني اللي قدره وقيمة ترفع نباه، عند ابو هادي امه شمال جنوب الشجيع اللي سيدي يجعل عمره طويل في رضا، عاشت المال.
ما حسب طول الدروب ولا حسب خط طويل علشان يمشى ولا حسب خط طويل علشان يمشى. مرحبا ولا ترحيب من كل صوب، مرحبا يا من لفانا وحنا في حرا، مرحبا يا غالي ما حسب طول الدروب لا حسب خط طويل علشان يمشى. مرحبا بك يا خوي مقدر ومحسوب، يا خوي الجنبي اللين ومسري وفا، يا خوي الجنبي اللين ومسري وفا. مرحبا بالعاني الليل نادر عن وثوب، عاني اللي قدره قيمة ترفع نبا، عند ابو هدي امه شمال جنوب الشجيع اللي على الطيب واصل منتهى، الكرم والجود منهم كمال مع النصوب، والولد منهم على العز ما يبغى وصاه، والولد منهم على العز ما يبغى وصاه. والنعم والنعم يا هلا الدرع المهوب، تشهد لكم كل خلق الله يجعل عمره طويل في رضا، عاشت لنا المملكة والحواسد ما تتوب، لين تشرب سم صافي ولا يلقى دواء. والله يحفظ دارنا عن متاهة الكروب، يحفظ الجيش السعودي على كل اتجاه، يحفظ الجيش السعودي على كل اتجاه. شفتهم دون الحدود الشمال والجنوب يحتمون الدار، محد يجعل عمره طويل في رضا، عاشت لنا المملكة والحواسد ما تتوب، لين تشرب سم صافي ولا يلقى دواء. والله يحفظ دارنا عن متاهة الكروب، يحفظ الجيش السعودي على كل اتجاه، يحفظ الجيش السعودي على كل اتجاه. شفتهم دون الحدود الشمال والجنوب يحتمون الدار، محد قدر يقرب حما، القصايد ما توفي شعور يا هيوب، فعلا بلغي مني هني كل طيب فعلا. شكر خاص لمعالي مدير جامعة الملك فيصل وفقه الله وحفظه الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي على تفاعله وعلى مبادرته في الأعمال التطوعية والخيرية والاجتماعية ومساعدة الآخرين، ولا هي غريبة على جامعة الملك فيصل. أتمنى لهم التوفيق.
ترى الإنسان إنه يستقبل المعلومات تخدم مكانك في هذا المكان. يعني أنا رحت أكثر من مهرجانات أو مؤتمرات علمية ما شفت الخدمة والاهتمام بالضيوف أو حتى من الحضور المتواجدين مثل ما عملتوا بيضاء أبداً. إذا في شكر لكم أنتم لأن أنتم ضيوفنا بالعكس حنا اللي ودنا نخدمكم والله. وأنا سعيد جدا للدعوة يعني عن جد شيء مشرف واستفدنا كثير ومنك قدمنا شيء كمان. لا بالعكس والله احنا نتشرف فيكم وخدماتكم في أي وقت. شكرا تسمين دكتور. آمين. الله يسلمك.